السلام عليكم يا شباب، أنا نصيحتي لكم جميعاً تحقدوا الموية، موية الرديتر. حقيقة أنا أساس عندي علامة تطلع إنه والله الموية ناقصة وكذا، فأنا أحييك على الموية. لكن الشباب اللي ما عندهم علامة، ممكن بعض السيارات ما فيها علامة تطلع، فقدوا الموية، لأنه الآن إحنا في الصيف والموية تنقص وبعدها تدخل في مشاكل كثيرة في السيارة. فانتبهوا يا أحبابي، انتبهوا، الله يوفقنا وياكم.